الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مفاهيم الإيرادات الكلية توتال ريفينيو ومتوسط الإيرادات افريج ريفينيو والإيرادات الحدية اللي هي مارجن ريفينيو توتال افريج اند مارجن ريفينيو. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. أكرر هنا، نستعرض في هذا المقطع مفاهيم حول إيرادات المنشأة. الإيرادات الكلية توتال ريفينيو اختصارها TR توتال ريفينيو، ومتوسط الإيرادات افريج ريفينيو AR افريج ريفينيو، والإيرادات الحدية مارجن ريفينيو MR مارجن ريفينيو من بيع سلعة ما لمنشأة ما. لنفترض وجود البيانات الآتية عن إيرادات منشأة ما حصلت عليها من إنتاج. الآن الإيرادات المنشأة حصلت على هذه الإيرادات من إنتاجها وبيعها لسلعة ما بسعر price P. أوكي، ونفترض الآن قبل أن نبدأ، لكن نعرف هنا الإيرادات الكلية تساوي السعر، سعر السلعة في الكمية المباعة. Total revenue يساوي price times quantity أو TR تساوي P في Q. هذه البيانات عندي، الكوانتيتي هنا الكمية 1, 2, 3 إلى 10، طبعا بيانات افتراضية وحالة خاصة. لاحظوا الآن لما بنضرب الـ Q في P يعني الكمية في السعر، أو العكس price times Q بتعطينا النتيجة نفسها. الآن بتعطينا الآن تساوي ما يسمى بالtotal revenue. إذا Q في P تساوي TR الكمية في السعر، يعني الكمية مضروبة في السعر تساوي الإيرادات الكلية. هلأ مثلا عندي إذا كان السعر 40 بالكمية واحد، وبالتالي هون توتال ريفينيو يساوي 40. إذا الكمية كانت 2 يعني وحدتين من السلعة، وكان السعر 36، على سبيل يكون الإيرادات 2 ضرب 36 يساوي 72، وهكذا 32 بيطلع عندي 96، 4 28 112، 24 في 5 تساوي 120، 6 في 20 يساوي 120. لاحظوا لي هنا ثبتت الإيرادات عند هذا الموقف، ثم أخذت بالانخفاض الآن 16، لأني يعني افترضت بأن الأسعار تنخفض بمقدار 4 4 4. لاحظوا لي، وبالتالي الآن نحصل على هذه القيم المختلفة، لكنها وصلت إلى حد أقصى مقداره 120، ثم أخذت بالإخبار بعد ذلك. هذه حالة خاصة، أنبه بأنها حالة خاصة. الشكل البياني لها هذا هو الشكل. عندي السعر هنا على المحور الأفقي، وهو حالة يعني قد لا تراها في الكتب، لكن وضعنا الآن ما يسمى بالمتغير المستقل price على المحور الأفقي، والمتغير التابع total revenue على المحور العمودي. وبالتالي هنا لاحظوا الأسعار، عفوا التوتال ريفينيو او الايرادات الكليه اللي هي تي ار، هذه توتال ريفينيو تساوي برايس ضرب كوانتيتي، ارتفعت الى حد اقصى مقداره 120، ثم اخذت بالانخفاض. يعني لاحظوا بس هذه حاله خاصه، لكن بشكل عام انه الان هذه طريقه يعني الحصول على الايرادات الكليه هي من حاصل ضرب الكميه في السعر تساوي الايرادات الكليه. نتابع. هاي طبعا حالة خاصة كما أذكر. الآن البيانات مرة أخرى، هذه البيانات توتال ريفينيو 40 72 96 112 120 120 112 96 72 40. لاحظوا هلأ تعريف متوسط الإيرادات اللي هو الأفريج ريفينيو يساوي الإيرادات الكلية طبعا تقسيم الكمية المباعة. فالأفريج ريفينيو يساوي ريفينيو تقسيم كوانتيتي، اوكي اللي هي AR تساوي توتال ريفينيو، اللي هي الافريج ريفينيو هنا تساوي توتال ريفينيو تقسيم كيو. وبالتالي الان توتال ريفينيو عندما نقسمها الان على كيو، هذه الكميه لاحظوا لي 40 على 1 72 على 2 96 على 3 وهكذا، نحصل على ما يسمى بالافريج ريفينيو. هاي الافريج ريفينيو من حاصل قسمة هذه الايرادات الكليه على الكميات المقابل لها، وبالتالي نحصل على هذه الان الايرادات الكليه. الان التمثيل البياني لها هذه تساوي الآن، لاحظوا لي كمان أنه لما قسمنا الآن الإيرادات الكلية على الكمية حصلنا على ما يسمى بالأفريج ريفينيو اللي هو نفس السعر، السعر ذاته سعر بيع السلعة اللي افترضناه بالبداية قبل قليل. فبكون عندي البرايس هو نفس الأفريج ريفينيو في هذه الحالة على الأقل، وبالتالي هذا
لاحظوا لي هنا الكمية المنتج المباعة، هنا الإيراد الكلي طبعا لأنه سعره، بالتالي هذا منحنى الطلب، هذا عبارة عن منحنى الطلب على هذه السلعة اللي هو يساوي الأفريج ريفينيو. الشريحة قبل الأخيرة الآن هي البيانات مرة أخرى، هذه البيانات مرة أخرى، عندي توتال ريفينيو هنا، الكمية هنا، وبنعرف الإيرادات الحدية تساوي التغير في الإيرادات الكلية نسبة إلى التغير في الكمية. مارجن ريفينيو ام ار تساوي دلتا تي ار على دلتا كيو. وبالتالي الآن عندما الآن زادت الكمية المنتجة والمباعة من 1 إلى 2، الإيرادات الكلية زادت من 40 إلى 72. إذن هون تساوي ماذا؟ هو المارجن ريفينيو، لأنه ما فيش عندي كمية سابقة، 32. يعني الفرق الآن بين 72 وال 40 يساوي 32، أي لما انتقلنا من كمية مقدارها 1 إلى كمية مقدارها 2 ارتفعت الإيرادات الكلية من 40 إلى 72. إذن كل وحدة إضافية، الآن الوحدة الإضافية أدت إلى زيادة الإيرادات الكلية بمقدار 32. ثم عندما انتقلنا من وحدتين إلى 3 وحدات الإيرادات الكلية ارتفعت 72 إلى 96. معنى ذلك الآن بأن الإيرادات الكلية زادت من الوحدة الثالثة بمقدار 24. وهكذا بنكمل إحنا للأخير. لاحظوا أنه الآن أقل زيادة إيرادات ممكنة قبل السالب هنا صفر، وبالتالي وضعت هنا شحطة أو يعني إشارة سالب هنا، بمعنى آخر أن المنشأة لن تبيع ولن تنتج بعد، يعني حد أقصى ممكن تنتجه بالحالة هي 6 وحدات مقابل 120 يعني وحدة عملة لكل وحدة بتبيعها من الستة. بعد هذه الآن مستحيل أنها المنشأة تبيع بخسارة تكون يعني إيراداتها الحدية بالسالب، وبالتالي استثنيتها. لأن هذا هو الرسم البياني للإيرادات الحدية، لاحظوا لي هون الكمية من 1 إلى 10 الإيرادات الحدية تنخفض حتى تصل الحد الأدنى إلها صفر. بعد ذلك استثنينا كمية الإنتاج هنا، أي بمعنى آخر الشركة أو المنشأة ستكون عقلانية وأن لا تنتج عند هذا أكثر من 6 وحدات لأن هذا يؤدي إلى خسارتها. أخيرا الآن باختصار البيانات ثاني مرة، يعني بمعنى آخر اختصار للتعريفات، الإيرادات الكلية تساوي السعر ضرب الكمية، total revenue يساوي price ضرب quantity، TR تساوي P في Q. هي الرسم البياني لها هذه الحالة الخاصة، إن ارتفعت الإيرادات ثم أخذت بالانخفاض بعد ذلك. عندي متوسط الإيرادات يساوي الإيرادات تقسيم الكمية، average revenue يساوي revenue تقسيم أو divided by quantity، AR تساوي TR divided by Q. وأخيرا هنا الإيرادات الحديدة تساوي التغير في الإيرادات الكلية نسبة إلى التغير في الكمية، margin revenue MR تساوي دلتا TR على دلتا Q، التغير في الإيرادات الكلية مقسم على التغير في الكمية المنتجة المباعة. وهذا التمثيل البياني للإيرادات، متوسط الإيرادات والإيرادات الحية. لاحظوا لي أنه متوسط الإيرادات أعلى من الإيرادات الحدية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.